احتفل الاباء الفرنسيسكان في كليه تيرا سانتا التابعه لحراسه الاراضي المقدسه الفرنسيسكانيه بعيد شفيع الكليه القديس فرنسيس الاسيزي وذلك بقداس الهي حضره عدد من الاساقفه والاباء الكهنه والراهبات الى المزيد ترأس المطران وليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن القداس الإلهي الاحتفالي بعيد القديس فرانسيس الإسيزي الذي أقيم في كنيسة كلية تراسانتا التابعة لحراسة الأراضي المقدسة الفرنسسكانية في عمان بمشاركة المونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان وبمعاونة الأب رشيد مستريح مدير الكلية والأب فراس حجازين وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة ولفيف من الرهبان والراهبات ومعلمي وطلبة الكلية وجمع من المؤمنين جعلت الرب دوما نصب عيني لن أتزازع لأنه من عن يميني إن جسدي موسوماً بسمات يسوع فعلى روحكم أيها الإخوة نعمة ربنا يسوع المسيح آمين ما من أحد يعرف الابن إلا الآب وبعد تلاوة كلمات الكتاب المقدس قال المطران الشوملي في عظته نحتفل اليوم بعيد القديس فرانسيس الأسيزي الذي وصفه أحد اللاهوتيين بأنه القديس الأكثر شبها بالسيد المسيح وذلك بسبب تواضعه وفقره والسمات الخمسة التي وسم بها في يديه ورجليه وجنبه مضيفا ان القديس فرانسيس امتلك روح القداسه فالقداسه ليست معجزات وليست قدرات خارقه انما هي المحبه المعاشه بالكامل يطيب لي ان ارى القداسه في شعب الله الصبور في الامهات والاباء الذين يربون ابناءهم بمحبه كبيره في أولئك الرجال والنساء الذين يكدون ليحملوا الخبز إلى البيت وفي المرضى وفي الراهبات المسنات اللواتي لا تفارق الابتسامة ثغورهن في هذه المثابرة للمضي قدما يوما بعد يوم أرى قداسة الكنيسة المجاهدة هذه هي في أغلب المرات يقول البابا القداسة التي تسكن بقربنا وتسكن بيننا قداسة الذين هم انعكاس لحضور الله وفي نهاية القداس شكر الأب حجازين المطران الشوملي لتراؤسه هذا الاحتفال وشكر جميع الحضور والعاملين من معلمي وطلبة وكورال الكلية والكشافة وكل من شارك في الذبيحة الإلهية متمنيا أن تكون نعم القديس فرانسيس على كل من يطلب شفاعته الله مجد القديسين وفرحهم وقد أتاح لكم اليوم أن تحتفلوا بذكرى القديس فرانسيس الأسيزي آمين نجاكم الله بشفاعته من الشرور الحاضرة